شيخنا الفاضل، ما معنى قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ هذا في أصحاب الكهف، يا أصحاب الكهف الذين ذكر الله قصتهم في سورة الكهف، أن الله ألقى عليهم النوم سنينا طويلة حتى طالت شعورهم وأظافيرهم، ولو رآهم الإنسان لأصابه الرعب من منظرهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا، لأنهم طالت شعورهم وطالت أظافيرهم، تغيرت خلقتهم بسبب طول المدة وهم نيام.